محضر ومكتوب يا تيفا. جبت البضاعة دي منين؟ لو عرفت يا عواطف، والله هتتحكي ملء شتقيك. منين؟ من منزل حظابة صلاح شوقي. سرقتوه؟ وفيها ايه يعني؟ يا مسفتك السودا يا عواطف، هتودي وشك فين دلوقتي يا عواطف؟ انتوا ايه؟ ما تعرفوش الخشب؟ جري يا عواطف، جري. واحنا لا سمح الله واخدلهم كده ولا كده، احنا سرقناهم بعرق جبنا. ما هو اللي فينا فينا، ولو حجينا وجينا. غير كلادة، بتطول لسانك على ابوك ولا ايه؟ ايه حجينا اللي بتقول استنى؟ ايه حجينا دي؟ بقى الراجل دشدشنا له عربيته وفتحنا له نافوخه، وكمان يدفع لنا الكفاله من جيبه، نخلى بيه نخونه. انهبت يعني ايه؟ خلاص انا اللي عارفها، انهبت وخلاص. احنا مش عارفينها. انهبت رياح فاغتنمها، وان طرت حمير فاحتلبها. بس يا بس خليك في موقفك وخليك حلو، فاهم ولا مش فاهم؟ اذا كان على الاربعين جنيه اللي دفعهم ندهم له على الجزمه القديمه. يا ناس ده وقف يتشفع علينا قدام المعاون. الحاجه اللي ما تهمك وصى عليها جوز امك. احنا مش اتعهدنا اننا نبقى معاه على الخير والشر، اننا ما نرجعش تاني نمد ايدنا للحرام. لازم نرد الجميل لصاحبه، لازم نوريه اننا بني ادمين. حازم منصور خسر كتير علشاننا. يعني ايه خسر كتير علشاننا؟ يعني ايه؟ ما خلاص بقى يا عواطف، انت هتقعدي تقطمينا. كله بحلى عينيك اكله واتحسبت عليك. توكل لي فرخه سمينه وتبيتني حزينه. ما هو عمر الجعان ما يبات فرحان، لكن يبات مرتاح ضميره مستريح. هاي بتقول ضميره يا معلم، بتقول ضميره بس. يا اعملك ايه؟ نزل رجلك، نزل رجلك خلاص. النومه دي مش في صالحك، انا فاهم كويس كل حاجه. خلاص يا بابا، صدقني يا بابا، ده كفايه وقفه حازم منصور معانا، ولا طيبه قلب حضره المعاون. حازم، حازم منصور ده مين؟ حضره المعاون ده مين؟ ازاي الحكايه فيها ايه بقى؟ تكونيش فاكره ان فيهم واحد هيعبرك؟ طالب المحال عبيط واخرة الزمر طيط. لا إنا ولا طيط. يعني ايه افهم بقى؟ مش جاب اللي جاب يا بابا. طب افهم الموضوع بالظبط. احنا تعهدنا واتفقنا ان حازم منصور المحامي ده خلاص بقى واحد مننا، واحنا من امتى بناكل في بعضنا؟ ما فكرتيش ليه في الكلام ده وانت بتعلقي المحفظه من جيبه؟ كان السكينه سرقاني. ودلوقتي ايه اللي سرقك؟ لازم نبقى عند كلمتنا. لا افهم بقى، انت عايزه ايه بالظبط؟ نرجع كل حاجه سرقناها، وبكره تفرج من حته تانيه. تفرج؟ بتقولي تفرج؟ ده انا فضلت اجري 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 والناس يقول وحسبي. حبيبي لسه بتجري لغايه دلوقتي؟ لسه جري ماشي بجري. طب لما حزام الصلاح يقبض علينا ويطلع عينينا تفرج؟ بالعكس بالعكس، ده هيفرح بينا لما نرجع له اللي سرقناه، هيعرف اننا تبنا. طب وظلم حصول عينك يا حبشي؟ ده احنا رايحين له برجلينا مش غصب عننا. ايوه يا بنتي، بس انا يا بابا وحياتك احنا ادينا الراجل كلمه والراجل يتربط من لسانه. الراجل يتربط من لسانه؟ وانت طول عمرك عند كلمتك يا بابا، والراجل ده اكرمنا. واذا انت اكرمت الكريمه ملكته، وان انت اكرمت اللئيمه تنمرضه. صح صح. اديلها البلطو يا شباب. اكل بلطو يا واد سريع. المعلم لابس البلطو. يا البلطو يا شباب. البلطو يا بابا. اديها البلطو. انت لابس البلطو اهو. البلطو اهو يا بابا، انت لابسه اهو. اديها البلطو يا اهو. فين اهو؟ انت لابسه. بلطو صلاح، بلطو صلاح. اتفضلي، ادي البلطو وادي حبشي. يا معلم اديها التلفزيون وخلي المذيع. حاضر يا معلم. ولا شباب. ايوه يا معلم. اديها محفظه وخلي الفلوس. ايوه المحفظه. الفلوس فين؟ المفاتيح معاها بقى. مفاتيح العربيه. مفاتيح العربيه. اتفضلي ادي مفاتيح العربيه. قولي لي البضاعه دي هترجعيها ازاي؟ من الباب للباب؟ لا، من الباب للشباك. انا هرجع كل حاجه من غير ما حد يحس، واتكل من غير كلام ولا سلام. اوكي 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 يا مخلي.